السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عبد الله برافيل، واليوم معانا جعفر. هلا بالشباب. اليوم مثل ما تشوفون يا جماعة الخير، آخر مرة كان عندنا قفص اللي هو وينه، هو صغير قفص للدجاج اللي هو هذا اللي حاطينه هني، طبعا شلناه وبنينا هذا، بس هذا كان فيه جلتش مثل ما تشوفون. كان في بعدين جلتش. يوم طلعنا ودنا دخلنا صار اوكي، فضبطنا حوطنا حوطنا عشان وبنينا الدجاج هذا. يشوف عادي. هني راح نحط النوع الابيض، وهني ناخذ اللي مو ملقح، ايه عرفتوا هني وهني الدجاج هني ملقح. شوفوا هني الدجاج ملقح، عشان يعني هناك نقدر نستخدم. خلهم يطلعون. فيا جماعة الخير الحين راح نروح نشوف نعبي لهم اكل، نضبط وضعهم. طبعا البقرة انتاجها حلو، براح جبنا خنزيرين بحلبها. وتكاثروا، وشوفوا جابوا 5 عيال، 1 2 3 4 5. بعدها وديناهم ذبحناهم وبعناهم، بس حاليا انا صفر. شنو شرينا يا سلطان بالصفر؟ شرينا عبينا بنزين وعبينا وشرينا البير، وبنزين بعد جديدة. السيارة، هي السيارة. انه تصدق ف الدجاج والخنازير فجأة 5 عيال عاد سوينا. فرمناهم الابواب. توقعت اصغر اي والله فرمناهم. والله هذه الآلة فرمناهم رمناهم يا جماعة وبعناهم الخير. بألف. اكل في عرض المطعم راح يبعوني يعني سعر اخلى، احنا قمنا بالواجب يعني. اي والله بعد شنو بعد والله يعني صراحة بس جاب لنا ربح، احنا كانت تنباع ب 500، باعت ب 800 وشرينا السيارة. فحاليا وكلنا هذولي، نزيدهم الاحتياط، خلاص هذولي راح نجيبهم. خلينا نشوف بس البنات. حاليا كل شيء اوكي. اشوف اي هذه، انا جبنات بعد. اني هاي هذه ثلاجة. ملقحة. لحظة، تعال عبد الله. عبد الله وينك انت؟ الان اللي لو حطهم بالزاوية يعني ملقحين. لحظة، هنا بسكاوي، هذا مو ملقح. ايوه امسك امسك ادخله. طيب راح نروح، سويت الجبن. طبعا ما راح نروح المطعم يا جماعة الخير، ندري ان المطعم ما في يعني عروض وكذي حاليا. ما راح نروح مكان، راح نظل بنزرع. وحنا حلبت البقرة سلطان؟ اي حلبتها. سويت الجبن. الله حاليا عليك، ما نفكر شاء الله عليك. نفكر شو اسمه، نشتري بقرة ثانية عشان يزيد انتاج الجبن، لان انتاج الجبن بقرة وراح، لا لا لا، شوفوا يا جماعة الخير لحظة، لو تجون عند الخنازير راح نذبح 4، لا راح نذبح 3. لا شوفوا وين ثلاثة. النثية، النثية واضح، هذه تشوفونها واضح انها لا اكبر، مو هذه. هذا وينها؟ الذكر، انطر. هذه بالزاوية، هذه هذه افتحت في علامات ما الجنون. تشوفون، هذه المهم النثية راح رجعت نذبح الحلبة. 3 ونخلي 2، ايه 3 بس الكبار راح نذبحهم ونبيع وخليهم الواحد. يتكاثروا على نبيع الحال الواحد ب 500، ومع العرض تقريبا. تقريبا مع العرض كم ويا عندك؟ جماعة الخير انا شوف، انا اقترحت على سلطان نجيب هالبيت، تكلفته مو غالي. سلطان بعد شوي شوف، شوف كم، 30 حديد 155. بس هذه الكنتركتك شو اسمها؟ 155 واجد. هذا تقريبا الكنتركتك 155 تقريبا راح تطلع علينا 700 دولار، يعني كل البيت راح يكلفنا 1000 1000 دولار 1000 دولار بس 1000 دولار 1000 ألف 1000 دولار هذا البيت الكبير. هذا البيت فيه مخازن وواجد حق جبن، يعني يمدينا نصنع واجد حبات واجد، يعني هذا هذا راح يمكن يمشي راح وضعنا. نهدمه، يمكن نهدمه. لا لا لا، هذا السلطان شوف، هني 3 وهني 3، 3 3 6 ب 12، نقدر نصنع 12 جبنة يعني حد أقصى. والله مو بس سيء. بينا يعني بينا كم بقرة، ونبي نكهات بقرة. اي بينا، نكهات ال 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 فلوس الخنازير راح نشتري فيها كلها بقر، بس تأيد؟ أيدك وبقوة. أتفق معك بقوة، بس لازم بيع خنازير مع العرض. وحدة 4 جبنات جبنا فوق ال يعني. 400. لا مو فوق 400. 4 جبنات. الجبنة الواحدة 170. 4 جبنات 400 مع 70 70 70، يعني تقدر تقول يا طويل العمر 200. 70 70 70، اي 3 70ات. اضطر بعد الأمور. خير راح تطلع النتيجة 680. بعد حساب 680، واذا بعناها مع عرض يمكن راح تدبل. دخل كنت عند السيارة غزالين اطرح اطرح يا اخي، حرام عليك، انت بدك تطلق عليها بس لان طلقه. انزل. قطعت اللحم. السيارة هذه تعبانة يا اخي، تزلق تزلق. لا حلو يا اركب يا اخي بسرعة، لازم نروح نبيع شو اسمه
رحنا صدنا غزالتين حلو، راح رايحين نبيعهم لان ترى طلع عندنا تجيب لنا مبلغ لان ترفيه عرض ليش قارين ويانا صفر نزل، لكن ان شاء الله طبعا اللي عندك أربعة. فاضي أربعة دبل أربعة أوكي شوف لحظة لا والله ما في عرض ما في عرض متى جبته وما خلص جبلتي خلصوا شيل لك واحدة ولا شيل واحدة ما يصير سبع شيء خليني شيل واحدة اياك شيل لي هذه شيل لي هنا ها مشي على شوف نحلب البقرة ولا ما يحتاج ولا احنا رادين خلنا نحلبها الله ما اخليك سلطان لا طبعا يا جماعة الخير سلطان حلب البقرة خلنا نحط البيض حطيت البهارات اي بس بيض حطيت يلا سلام سلام الان حطينا جبنتين بالسيارة وفي جبنتين بعد بالتعفن وهني هذه جبنة توها انطبخت هذه طول يا جماعة الخير حط الصوص الازرق عرفتوا البهارات الزرقاء يعني دايما تجيب سعر اغلى هذه تشتريها 170 بالبقالة فطول وياك بس لما تبي تبيع سعر ممتاز وفوق تحط عليه بيض صراحة الخلطات هذا علمني شيف عبد الله الخلطات شنو يا ولد خنزير ايش جايبه افتح الباب افتح الباب اوه سكر 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 انا هني سلطان لقطنا بيض شيء اي في بيض في بيض خلينا نسك هذه شيء الابيض اتوقع لانه زادوا الدجاج كان عندنا ستة وصاروا سبعة شكل ذاك النحش اللي كان ابيض قلنا لا حطه مع الابيض مو صح مو نحش اتوقع حطيناه مع الابيض لان مو احنا حطيناه من هني اتوقع اندمجه وهو كبر بنفس الوقت نزلها بالارض بحط فيها في بيض برا ترى مقطوط دائما فدائما اشيك انا سلطان امشي روح روح الان خلصنا اخذنا البيض واخذنا بيض القفص الثاني والان نحرك نبيع البيض انه في عرض واخذنا جبنتين ويانا بعد فعلى طول على البيض هذا يا غبي البيض الجبن البيض والجبن الجبن جبن المهم بناخذهم ونروح نبيعهم لانه في عرض فانا بنلحق عليه قبل لا يجي قبل تجي الساعه 20 شي يعني تكون 21 ترى تسكر 21 21 احنا على طول نخلص امورنا ديم 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 هذه ما فيها بيض اللي فوق ما فيها بيض اللي تحت أي. فيها بيض اللي يوم بيض ايه بس صراحه 578 اقسم بالله ان عبد الله انا اشتري بقره بقره الان بقره مفتوح يا رب مفتوح لوز لا يا الله هني راح يبدا طبعا يا جماعه الخير مثل ما تشوفون وصلنا هني لكن الوضع محل مسكر كره علينا لان احنا طالعين من المحل رحنا فوق تقريبا هني وردينا طقينا جبال السيارات ما فيها بنزين الوضع يا جماعه الخير جدا سيء طبعا يقول يركب اركب اركب نروح نعبي بنزين ادعي الله انه يوصلنا البنزين يلا يلا يا رب يوصل لا ما عندك لا 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 بس 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 خلاص يا اخي كاملة خلاص يلا عبينا الحين 31 بس رب السيارة تفخر شيك كان بس بين فوق النص بس ركب هذا احتياط انزل بس خليني اشوف البنزين حلو بس صراحه عشان اعبي السياره الثانيه هذه يلا وين الحين البيت؟ البيت داس لا والله ما دست ابشر يلا اخ يلا الله صباح خير تونا نمين الحين نحل بالبقرة لا طبعا بعد مشقة بالليل شوف هذا دورنا وشفنا كل شيء طلع المحل مسكر نحل بالبقرة حلب نشتري بقرة ثانية ما عليك راح نشتري شنو؟ الخنزير ايه الخنزير شكله بيولد لا تو اكبر نوصل وانا شو وضعهم؟ نقشهم شنو؟
مكبرون يمتون اعطيهم 3 ايام ونقشهم. ها اعطيهم شوية وعاد قشت نذبح واحد افك. طبعا يا جماعة الخير حاليا الاوضاع سيئة تبدين على الحليب جدا جبن جدا سيئة. خدت النكهة خلصت حتى ما في بيض. اوضاع شنو اسوأ من كذا؟ ويانا فلوس؟ لا يا رجال نشتي بقرة عشان على الاقل ها ندبر امورنا بالاجبان. يزيد الدخل صح؟ يزيد الدخل الحبتين. روح يا عبد الله روح للمطعم. لا مو المطعم اي المطعم نبيع الاشياء بعدين نروح. واذا وصلنا راح نكمل الفيديو من هناك. خير وصلنا حاليا. يا حبيبي ايش فيك تنزل بيت فاضي؟ نزل 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 البيض ان شاء الله على الاقل. تناعش ما تسوي شيء صراحة لكن بقينا دولار. يا الله يلغبنا عبد الله. انا بطلع السراير برا عشان لو كده بننام ما نعيد الخطأ. فطلعت السراير حتى ما في وين المبرد الكولر. حط بالدب الدب حط بالدب. عدنا لكم من جديد بعد ما صدنا الغزال. غزال والله يا جماعة الخير عانينا على الدولار. عانينا صراحة على الدولار. يلا بسم الله بيع. انا اشتري 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 بقرة ذهبية. بيضة بيضة يا ولد يا اخي ذهبية يرحم والديك. بيضة شريت بيضة شريت بيضة. يلا شو نسوي؟ تعالي تعالي انت راح تنحل بين. ها جاموس هذا ها مو قرة. لا قرة قرة ليش كذا يقرونه حيل مالك بعد بعد. انا اعرف بعد فك فك انا اعرف 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 انا اركب اركب قرتين تشيل هذا ولا شنو؟ اركب روح 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 لا تشيل بقرة او خنزير اركب بس يلا روح البيت. طبعا يا جماعة الخير مثل ما تشوفون شرينا البقرة حاليا يلا صارت المهم خلنا نوصل البيت راح نكمل الفيديو. يلا 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 تعالي 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 الربع انا وصلنا البيت يا جماعة الخير. سكر الباب سكر الباب. ما شاء الله ما شاء الله كبر الخنازير قسم بالله كبر. كنا بنبيعهم ما شاء الله بقرتين بس واضح ان الدخل بيزيد يا وحش بيزيد. هذه ما في حليب حتى قديمة ما في حليب يا اخي شال بقر ما لهم فايدة. لا انطر عليها انطر عليها. وصلنا يا شباب هني نهاية الفيديو. لا تنسوا تعطون اللايك واشتراك قناتي بالوصف قناة عبد الله بعد بقناتي كات وضبطوا حركات وقناة عبد الله بعد الله يا جماعة خير. الجزء الثالث راح يكون عندنا اشياء فخمه ما راح احرق عليكم بس باذن الله راح تشوفونها بالموسم الجزء الثالث. والله السلام عليكم السلام عليكم يا